واحد بيسموه جندي مجهول، بس هو ما كانش جندي مجهول، هو كان جندي معلوم للجميع وكان معروف دوره كويس قوي، هو الكابتن الكبير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك الأسبق، دوره الكبير جدا في تقريب وجهات النظر ما بين نادي الزمالك وأحمد فتوح. يا كابتن طارق مشرف ومنور. حبيبي يا كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشني. وانت وحشني دايما، وبهنيك انت بقى وانقل لك كمان شكر جماهير نادي الزمالك لما قدمته هذه الفتره، كونك مش مسؤول في نادي الزمالك ورغم كده لعبت دور كبير جدا في تقريب وجهات النظر. هو الواحد طبعا انا بشكرك الاول يا كريم، انما انا مش المفروض ان انا اتشكر، يعني ده حق وواجب عليا ان في اي موقف من المواقف تقدر تحل فيه، وانت سواء انت صاحب منصب او مش صاحب منصب او موجود او مش موجود تقدر تحل فيه وتتدخل، تتدخل. وانا يمكن من اول يوم يا كريم انا طلعت معاك في الفتره بتاعت فتوح دي، كل مره تجيبني تقول لي فتوح فين؟ اقول لك والله زملكاوي. فتوح فين؟ اقول لك زملكاوي. طب ازاي؟ انا بقول لك الولد زملكاوي. وانت الوحيد اللي يمكن كنت ايه؟ كان بالك طويل معايا في الحته دي قوي. لا، وانا كابتن طارق كنت لسه بقول، انا دايما في رقم 10 هنا قلت انه فتوح لم يوقع لاي نادي، عشان كان في كلام كتير جدا، وكان السهل عشان اللي هي اللقطه الاعلاميه اللي هو يقول لك ايه، لا ده وقع للاهلي وماضي ورقتين مع بيراميدز واصله مش عارف عامل ايه في الخليج، لكن هو احقاقا للحق فتوح لم يوقع لاي نادي طوال الفتره الماضيه. فاكر لما قلت لك يا كريم ان فتوح ما قعدش مع ولا نادي في مصر؟ صح، فاكر كويس جدا. وفاكر لما قلت لك فتوح عايز يقعد في الزمالك وفتوح زملكاوي والناس كلها كانت بتطلع لا ده مضى، لا والله مش عارف ايه، ده انفراد، ده في الاهلي. وكمان انا بقى يعني ايه، يعني دلوقتي هوضح صوره مهمه جدا 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 للناس، لان النقطه دي هي في منتهى الاهميه. اتفضل. بالنسبه لجمهور الزمالك، اتفضل. الصوره اللي قلبت مصر بتاعت فتوح في افتتاح ملعب احد لاعبين النادي الاهلي حسين الشحات، ودي الصوره يمكن كانت عامله قلق كبير جدا 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 لجمهور الزمالك، وان خلاص كده فتوح مضى في الاهلي، وان فلان بيوشوشه وفلان بيعمل وفلان بيعمل وبيضحك مع اللاعب بتاع الاهلي، هو واضح انه العلاقه خلاص. صح ماشي. الصوره دي فتوح مظلوم فيها ظلم كبير جدا 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 يا كريم، وهقول لك ليه دلوقتي. اتفضل. لان انا اتكلمت مع فتوح في الموضوع ده، واتكلمت مع الحاج سمير خاله، واتكلمت مع وكيله احمد يحيى، قلت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ هو ازاي فتوح يعمل حاجه زي كده؟ لان انا كنت مصدق زي الناس. ترد عليا في كلمه واحده بس من فتوح، قال لي يا كابتن طارق، هو انا لما اتعزم في مكان وانا معتقد ان مصر كلها جايه له وان هو عازم لعيبه المنتخب كلهم بما فيهم لعيبه الزمالك، فرحت زي اي حد. فوجئت لقيت ما فيش ولا واحد من نادي الزمالك موجود. والصوره دي اتخذت لي من ورايا، ومش انا اللي منزلها، ده واحد منتمي انتماء كامل للنادي الاهلي بيحاول ان هو يبوظ علاقته بنادي الزمالك. يا كابتن طارق معلش انا اسف والله، هو ايه اللي عيب في الصوره؟ ده واحد. اتنين، ما تنساش ان دول كمان زمايله في منتخب مصر، وما يعني لا اصلا هي مش العيب في الصوره. بالظبط، العيب في تداولها في الاعلام. ازاي اتقال الصوره؟ العيب في الناس اللي خدت الصوره وبنت عليها احلام كتير وكلام كتير، وقعدوا يقولوا اهو ده مضى في الاهلي، اهو ده بيتصور مع لعيبه النادي الاهلي، اهو ده رايح افتتاح لحسين الشحات. انا بوضح بس الصوره في النقطه دي يا كريم عشان الناس تبقى فاهمه. عظيم. الصوره دي اتخذت من ورا فتوح وهو مش واخد باله، والصوره دي اتبنى عليها كلام كتير جدا جدا جدا. اقسم لي بالله ان هو ما يعرف عن الصوره دي حاجه، وان هو كان معتقد ان كل زمايله في المنتخب موجودين بما فيهم ناس من الزمالك. انا ليه بوضح الصوره دي يا كريم؟ اتفضل. خد بالك انا ما ببررش الفتوح، معنى ان فتوح النهارده بيجدد لنادي الزمالك ده بيسكت اي حد كان بيتكلم قبل كده. لان كمان للاسف الشديد ان كان في ناس محسوبين على نادي الزمالك كانوا بيطالبوا ان فتوح يمشي. ايوه سبق كابتن طارق، انا هنا هقف عند نقطه مهمه جدا. في راي مازال حتى هذه اللحظه حتى بعد تجديد فتوح يقول لك ما هو الزمالك كان خلاص قرر بيعه بيع نهائي، ايه اللي حصل وايه اللي خلى الزمالك يتراجع في هذا الامر، وكان المفروض فتوح ما يجدد او الزمالك ما يجددش مع فتوح. ردك ايه على الكلام دوت؟
انت قلت كلمتين كويسين قوي يا كريم، انت قلت كلمتين مهمين جدا. هو مين في مصر ما بيغلطش؟ مين في العالم، مين في الدنيا، مين بني ادم مش في مصر، مين بني ادم ما بيغلطش؟ مثلا صحيح. لما تيجي تغلط اذبحك، وبعدين الراجل انا بقول لك في قاعده من القعدات حصلت بينه وبين اعضاء مجلس الاداره قبل الامور ما تتطور ويتعرض للبيع، اعتذر رسمي عن اي حاجه حصلت، وطلع النهارده اعتذر رسمي على اي حاجه حصلت. فابنك وغلط هترميه في الشارع؟ وانا قلت الكلام ده عندك برضه قبل كده وبكرره تاني دلوقتي، مستحيل. فتوح بيحب نادي الزمالك جدا، ومن هنا ومن هنا كانت التدخلات لكل الناس، مش طارق استاد لوحده، كل الناس اللي اتدخلت، سواء مستر عمرو الجنايني، سواء الاستاذ جمال العدل، سواء احمد جمال المذيع الزملكاوي، سواء اي حد اتدخل في الموضوع ده، اي حد اتدخل وحاول يصلح ما بينه وما بين مجلس الاداره، احنا بنشكره وانا بشكره على المستوى الشخصي. على فكره انا طلعت مره واثنين وثلاثه شكرت، ما كنتش بجيب سيره نفسي خالص، بقول ايه في ناس زملكاويه محترمين بيتدخلوا عشان يحلوا موضوع. طيب كابتن طارق، فرصه دلوقتي وخلاص الموضوع بقى رسمي واللاعب مكمل مع نادي الزمالك. اليومين اللي فاتوا دول اكيد كانوا يومين مش سهلين في التفاوض وانهاء الامور رسميا، ايه ابرز ما حدث؟ يعني هل فتوح كان معترض فعلا على عدد السنوات؟ هل فتوح كان معترض على المقابل المالي؟ هل الزمالك تفهم راي فتوح؟ يعني ايه اللي حصل وخلى وجهات النظر تقترب كده والامور تمشي بشكل جيد؟ طيب هرد عليك في الحته دي بكلمتين بسيط جدا. اتفضل. مش انا طلعت على معاك في 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 في, في نمره 10 وقلت لك ان فتوح مش مغالي في الفلوس بتاعته؟ ايوه. وقلت لك ان فتوح عايز يمضي في نادي الزمالك؟ ايوه. وان فتوح مستعد يجي يمضي دلوقتي لنادي الزمالك؟ ايوه. بس ولا مغالاه ولا كان في كلام من الكلام ده. وكل الناس كانت بتقول ارقام غريبه، وانا قلت لك الكلام ده برضو عندك. لا بس كابتن طارق، على ما اتذكر انت برضو اللي قلت لي، وبعض الزملاء كمان الصحفيين القريبين من نادي الزمالك قالوا لي انه المشكله عند فتوح انه كان عنده بعض الديون في بعض الحاجات، فكان عايز مقدم التعاقد عشان يسدد هذه الديون، فكان عايز الرقم الكبير ده لاسباب معينه. هل الامور دي اتحلت فخلاص بقى ياخد رقم قليل، ولا هو اصلا ما كانش فيه ديون؟ يعني ما برضو خد بالك احنا عاملين رايحين جايين. لا هو من اول يوم وانا بقول الكلام ده، فتوح كان عليه بعض الديون، الرقم كبير شويه، فعشان كده كان محتاج ان هو يسد الديون دي. بناء عليه الناس المخلصين الزملكاويه اللي بيحبوا نادي الزمالك تدخلوا وحاولوا يحلوا موضوع الديون ده. وعلى فكره عقد فتوح انا والله ما هتكلم في ارقام، ولا طبعًا من حقي ان انا اتكلم في ارقام، ده رزق ربنا يبارك له فيه. مفهوم. ولا ينفع حد يسال فيه كمان. مفهوم. يعني يا ريت الناس بقى ايه تهدى شويه في حته كمان السؤال في الارقام يا كريم. انما نقول ايه، نادي الزمالك وفتوح اتصل يعني تواصلوا مع بعضهم لحل وسط في كل الامور، بناء عليه فتوح زملكاوي. بس النقطه دي نقطه مهمه قوي يا كابتن طارق، عشان كمان ندي حقوق لمن توسط في هذا الامر. في بعض الوسطاء حلوا المشاكل الماليه اللي عند فتوح بعيد عن مقدم التعاقد اللي هياخده من نادي الزمالك، انا كده فاهم صح؟ اكيد ده حصل. يعني كان عنده أكيد. يعني بدل ما ياخد الفلوس كلها مقدم تعاقد، لا هنحل لك مشاكلك اللي على جنب ديت، بس ما تاخدش رقم كبير من نادي الزمالك. وهو كده كده اصلا من اول يوم يا كريم، انا قلت لك والله فتوح رقمه مش كبير في نادي الزمالك. والله فتوح ما رقمه كبير. يعني اسالك سؤال بشكل تاني بعيد عن الارقام خالص، وانا بحترم دوت، ودايما هنا في رقم 10 بحترم ده، فكره انه الرزق بتاع ارقام وديت دي بتاعته هو. بس هل فتوح دلوقتي في حد بياخد اكتر منه في نادي الزمالك؟ في. بس دي نقطه مهمه عشان برضو جماهير الزمالك تعرف انه فتوح كده ما طلبش. لا اصل في ناس طلعت من شويه قالت لك ده اغلى تاني لعيب في مصر. يا عم انت عرفت منين العقد؟ عرفت منين الارقام؟ انت بتقول اي كلام. بس اقول لك حاجه كابتن طارق في النقطه دي فرصه ادردش معاك فيها، يعني انه العالم كله بدون استثناء، حتى الصحافه الانجليزيه الاسبانيه الايطاليه، عاده لما بيبقى في لاعب بيجدد، لما يبقى في لاعب بيمشي، لما في نادي بيتعاقد مع لاعب جديد، كل الناس بتحاول تنشر ارقابه وتجتهد على قد ما تقدر. بالمناسبه لو تفتكر احنا هنا في مصر حتى كنا بنقول ايه، محمد صلاح مش عارف عايز ياخد كام في الاسبوع من ليفربول، لا ده عايز اكتر، وكل ده كنا بناخده من الصحافه الانجليزيه. فده وارد انه يحصل يا كابتن طارق، المهم انه تفضل اللي عندكم انتوا بقى في الغرف المغلقه، يفضل في الغرف المغلقه. على فكره
هو الموضوع بيتلخص في كلمتين، هي مش غرف مغلقة ولا حاجة، هي القصة. هو أنا كنت موجود في الصور النهاردة؟ لا. لا، ولا فارق بالنسبة لي. بس بالمناسبه بقى، مش عارف انت عارف ولا لا، دلوقتي وانت بتكلمني فتوح شكرك على الانستجرام، هنزل دلوقتي الشكر اهو، كاتب اهو متصور معاك اهو، منزل على الانستجرام، اخويا الكبير الف شكر على كل حاجه عملتها معايا ولسه بتعملها، متصور معاك. هقول لك ليه. هو فتوح في الفيديو بتاعه شكر ناس كتير صح، وما ذكرش اسم. لا هو كان 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 شايل لك حاجه لوحدك، مش عايز يحطك وسط الناس يا كابتن طارق، خدها بالنيه الحلوه. وخد بالك انا مش مستني شكر. اصل اللي بيخدم نادي الزمالك مش مستني شكر، ولا مستني يقول ان انا عملت ولا سويت يا كريم. صح. هو انت في مره قعدت معايا فيها قلت لك انا ليا دور ولا ماليش دور؟ لا، دايما كنت تحاول تتجنب ده. طيب، عايز اسالك سؤال مهم جدا، رايك او تصورك او توقعك او رؤيتك، هل هيحصل كده مع محمد صبحي ومصطفى الزناري ايضا؟ صبحي وزناري؟ ما انا مش، بص، هو انت ملاحظ يا كريم ان انا ما بتكلمش في اي موضوع داخل نادي الزمالك باستثناء موضوع فتوح وزيزو. طيب هسألك سؤال تاني، سيبك من معلوماتك خالص، حط دي على جنب. انت رايك كابتن تاريخ النادي الزمالك، شايف انه الزمالك برضه ممكن يقعد مع صبحي وزناري ويحلوا برضه المشاكل ديت باعتذارات من اللاعبين وتخلص الامور كلها؟ المفروض ان اللي هيشوفه مجلس الاداره في مصلحه لنادي. لا تاني معلش يا كابتن طارق، ما سمعتش كويس. المفروض اللي في مصلحه مجلس الاداره هيعمله، اللي في مصلحه لنادي الزمالك تمام مجلس الاداره هيعمله. مجلس الاداره شايف ان فتوح نادي الزمالك محتاجه، ومحتاج ان هو يجدد بناء على تقريب وجهات النظر ما بين فتوح وما بين مجلس الاداره من كل الناس المحبين لنادي الزمالك اللي اتدخلوا في الموضوع، بناء عليه اتحلت. وان شاء الله باذن الله يحصل مع كل اولاد النادي اللي هم موجودين في النادي دلوقتي، ما دام ان في مشكله. واللي في الاخر وفي الاول اللي هيشوفه مجلس الاداره مصلحه للنادي هيعمل. طب انت قلت لي انت مش قريب غير من فتوح وزيزو، او من ملفات فتوح وزيزو. زيزو هيكمل مع الزمالك ولا هيمشي في يناير؟ هو في ناس بتحارب كتير قوي على ان زيزو يمشي، وان زيزو يتباع، وان زيزو برضه. هنا دي وجهه نظر مجلس اداره بقى. لا 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 كابتن طارق، بص، تعالى 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 نصيغها مع بعض انا وانت. انا بسال كابتن طارق السيد، بسال عن راي كابتن كبير في تاريخ نادي الزمالك. طيب لو لكن في كل الاحوال، ما انا هقول لك اهو، في كل الاحوال اداره الزمالك هي اللي بتاخد القرارات سلبا او ايجابا، تعجبنا ما تعجبناش، هي اداره الزمالك اللي بتشوف الصالح لنادي الزمالك. لكن انت دلوقتي بتقول رايك، مجرد راي. طب رايي الشخصي، لا غنى عن زيزو. لا غنى على زيزو. لا غنى على زيزو. طبعا. زيزو لعيب انت بتبني عليه، ما انت بتجدد لفتوح ليه؟ انت مش عايز تاخد بطولات؟ وجود زيزو وفتوح وصفقات جديده ونبني فرقه، والفرقه تتبني، والمجلس اداره يبني فرقه، حتى لو 10 12 مليون دولار يا كابتن طارق، يعملوا انجازات وعايزين يعملوا انجازات لنفسهم وللنادي. كابتن طارق، حتى لو 10 12 مليون دولار؟ والله بص، الفكره مش في المبلغ قوي قد الفكره نادي الزمالك محتاج زيزو ولا لا فنيا. ما اكيد محتاجه، يعني مين خلاص، مين ما يحتاجش زيزو؟ الزمالك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع باللغه البلدي كده بتاعتنا، يعني مش حاجه طبعا تحرم على الجامع ابدا، بس اللي محتاجه بيتك ما ينفعش ترميه في الشارع او تبيعه. انت مش بترميه في الشارع برضو، بمعنى يعني هو زيزو جاي فيه رقم كبير. لا وخد بالك، اصل الرقم ده لو جه نادي الزمالك او الزمالك قدر يوصل له، تمام، ده هيبقى اغلى لاعب خرج من الدوري المصري في التاريخ، يعني على مستوى اللاعبين الاجانب او المصريين، مفيش لاعب طلع بالرقم ده. مفيش مشكله خالص ان يبقى زيزو ويستاهل اكتر من كده كمان. يعني زيزو احسن لعيب في مصر ويستاهل اكتر من كده. الفكره من وجهه نظر انا الشخصيه والفنيه، نادي الزمالك محتاج زيزو، يبقى ما ينفعش يبيعه. مفهوم. كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، دور كبير لعبه كابتن طارق السيد. هتقولنا تاني يا جماعه الصوره بتاعت فتوح والكابتن طارق السيد، فتوح شكر الكابتن طارق السيد. بص انا احترم جدا، هقول لك دلوقتي، فتوح مع كابتن طارق السيد وكاتب اخويا الكبير الف شكر على كل حاجه عملتها معايا ولسه بتعملها. بص انا احترم دايما 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 اي حد بيحب ناديه من غير ما يكون
واخد منصب او مسؤول في حاجه. بص بقى بتكيف، ما بتعجبني، عشان دي قليله جدا. لازم احنا متعودين على كده، انا مش هساعد النادي بتاعي الا لو كنت انا عندي منصب فيه او انا مسؤول فيه، لكن لو انا بره وما مش باخد حاجه من النادي ده فانا مش هساعد. فالناس اللي بتساعد وهي بره بالنسبه لي تقدر اكثر كمان من الناس اللي جوه. كل اللي جوه في نادي الزمالك محترمين جدا جدا، بس دول لهم منصب مسؤولين، فطبيعي هيشتغلوا، هو في المنصب ده عشان يشتغل. لكن اللي بره هو مش مطالب انه يشتغل، يعني لو ما اشتغلتش انا مش انا المسؤول، انت مسؤول تحل انت مشاكلك. فتحيه للكابتن طارق السيد طبعا.